شوفوا معايا الاخوان شنو وقع البارح في بعض المدن الكنديه بسبب عاصفه تجاري ضربت الناس. فقط الصباح ما قدروش يخرجوا حتى من ديرهم. شوف تبارك الله ما شاء الله. صراحه الاخوان الحمد لله على العيشه والجو اللي عندنا في المغرب. خصنا غير فلوس ديال كندا بارك. شادي ما قدرتش حتى تفتح الباب. واو 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 واو. دابا هادي شنو هادي تما؟ Got a shovel in the freaking house now. صافي غير رجع. هادي لا خدمة لا والو. هادي القطة بغات تخرج. والله ما قدرتش. عاصفة كبيرة عليك. شوفوا السيارة كيفاش رجعت. بقاو غير السينيالات اللي كيبانوا فيها. اخو خايلك عطات واحد الديكور واعر. Okay, the snow. My backyard is quite literally waist deep. كتبان لي عايمة في الثلج هذه. شوف النص ديالها كامل. And I'm trying to get to my chickens right now. اللي ماشي طمأن على الدجاج ديالها. شوف الباب النص، النص ديال الباب ما كاملة مغلوقة. شوف تحت كاملة مغلوقة. شو هذا؟ هذه الدار كانت تقريبا تغطى بالثلج هذه. ها الناس اللي كتقول باغا تمشي لكندا، ها كندا كيفاش عامله في هذه الفترة هذه. السيارة. سايد كراش ستور. Look at this. شوفوا شوفوا الماء كيفاش كيتجمد الاخوان. على الفريق وهذا الثلاجة. قالوا تعالوا لكندا، كندا كلش طيبة. هيجي قالوا لنا. هذه تشمتز بقى فيها الحل. على جد الكندا. I have never seen it like this before. كتقول الاخوان ما سبق لهمش داز عليهم العاصفة التلجية بحال هذا الشكل هذا، يعني كثرة. شوف هذه كان الماء يعني في البانيو. اللي فقط لقاتو تجمد. الباب ديال الكراج ايوا فينا مين غادي يخرج دابا؟ افتح الباب لقى جبل. تبارك الله. دابا الاخوان دابا كنشوف انا ما دابا الواحد فحال هاد الوقيته ما كاين لا خدمه لا رد ما لا والو.